علينا شموع كتير بمصري وغالية شايفنا بتبقى أخضر جديد في جديد بتتمخضر على قلبنا أسامينا شموع بتيت أسامي كل من علق وأخلص لك يا مصري كتير والشق الصعب وتحدى عشانك لك لي يزرع خير عروستي الشرق عروستي الشرق عروستي الشرق بيتصبح بيتصبح يحقق قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر العديد من المكاسب للمعاقين في المجالات المختلفة والتي أهمها التعليم والتوظيف والمعاشات والتأمين الصحي، كما أنه يعد إنجازاً لأعضاء البرلمان. إن أهم المكاسب في مشروع القانون هي نقل تبعية المجلس القومي لذوي الإعاقة من وزارة التضامن الاجتماعي إلى رئاسة مجلس الوزراء من أجل توسيع نطاق صلاحيته أكثر مما هو قائم حالياً. ومن أهم مكاسب المشروع أيضاً عدم حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من الحق في الزواج وتأسيس الأسرة برضاء كامل، خاصة وأن هناك بعض الأسر التي تمنع هذا الأمر خوفاً من نقل الإعاقة إلى الأطفال. ومن ضمن مكاسب القانون نظام التأمين الصحي الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة، والذي تناوله الباب الثاني من مشروع القانون بعنوان إجراءات الوقاية من الإعاقة والخدمات الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أن المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة نصت على حقوق ذوي الإعاقة في تلقي العلاج والتأمين الصحي، خاصة وأن هناك كثير منهم غير موجودين في مراحل التعليم المختلفة، وبهذا لا يشملهم التأمين الصحي للطلاب في المراحل التعليمية المختلفة. كما أن مشروع القانون كفل للمعاق الحق في التعليم ومساوته بغيره من الأشخاص في الرسوم المقررة، خاصة في التعليم الخاص، وقد جاء ذلك في المواد من 12 وحتى 19. برجع لحضراتكم مرة تانية مشاهدينا، وبنبدأ معاكم أول فقراتنا في مصر جميلة. الحقيقة النهاردة وأنا بفكر في بناء مصر لابد أن أنا أستثمر كل الطاقات البشرية الموجودة. العقل المصري اللي ربنا وهبه الكثير من المميزات أعتقد أن احنا مطلوب استثماره بشكل جيد، ومفيش فئة ما فيهاش قدرات كبيرة جدا، ومفيش فئة ملهاش حقوق في الدولة. علشان كده النهاردة مطلوب أن أنا أتعرف أكتر على القانون الخاص بمتحدي الإعاقة، إيه الخدمات اللي بيتم تقديمها من قبل الدولة، وإيه التسهيلات اللي بيتم تقديمها علشان نقدر نستثمر الطاقات البشرية الموجودة في فئة مهمة جدا من فئات المجتمع المصري. اسمحوا لي في البداية أن أنا أرحب بضيوفي اللي مشرفيني النهاردة. برحب بدكتور حسام المساح، رئيس عضو لجنة الخمسين والأمين العام لمجلس القومي لذوي الإعاقة سابقا. منورنا يا دكتور، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. كمان برحب بالأستاذة أمنية طنطاوي، رئيس إحدى مؤسسات ضعاف السمع والنطق. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. دكتور حسام، يعني في الفترة دي بيتم بالفعل مناقشة القانون في مجلس النواب، عايز أعرف من حضرتك أهم الملامح لحضرتك بترى أنها أساسية ولا بد من الاهتمام بها في هذا القانون. الحقيقة طبعا أنا سعيد جدا أن الإعاقة خدت هذا الاهتمام من الدولة،
وأصبحت لها مرتبة العليا من الطلعة. والمعاقين داخل البرلمان الحمد لله أثبتوا إن هم على قدر المسؤولية، وفعلا بيتم حاليا مناقشة مشروعين. مشروع مقدم من أعضاء النواب ومشروع آخر مقدم من الدولة. تمام. ده معناه إن في التنافس في الخير إن شاء الله. بإذن الله. نلاحظ إن مشروع الدولة تحتوي على 78 مادة. تمام. ومشروع مقدم من النواب يحتوي على حاجة 50 مادة بالضبط. 51 مادة. تمام. هما الاثنين بيتنافسوا في رغم أحسن ما عندهم للأرض. هنلاقي إن أهم حاجة في هذه المشروعات إن الرقم الآخر أصبح مستقل فعلا. هيقدر يباشر فعالية حقوق المراقبين في مصر. تمام. النقطة الثانية إن الخدمات بتاعت المراقبين أصبحت التزام. يعني التزام ما بقتش ملحة. بقت حق. تمام. بس الحق بيتاخد بالقانون. فده شيء أنا شخصيا بفتخر بيه في هذه الدولة. تمام. وده حق زي ما حضرتك قلت، وطالما حق يبقى لابد الانسان ان هو يحصل عليه بطريقه حتى يعني فيها نوع من الرقي في التعامل، واعتقد ده اللي بيتم توفيره من قبل المشروعين القانون المقدمين سواء من قبل الدوله او من قبل مجلس النواب. طيب خلينا نكمل كلامنا مع حضرتك، بس انا عايزه اعرف برضو النهارده يعني كل نوع من انواع الاعاقه بيبقى ليها متطلباتها الخاصه استاذه امنيه، فاحنا هنتكلم مع حضرتك على تخصص حضرتك او على الممارسه الخاصه معاكي من خلال رئاستك لاحدى مؤسسات ضعاف السمع والنطق. شايفه ايه اهم المتطلبات اللي بيحتاجوها في الفتره الحاليه واللي يجب الاهتمام بيها في مشروع القانون المقدم؟ هي اول حاجه احب اقولها طبعا هو زي ما قال بي يعني انه فعلا بقى في اهتمام كويس في الدوله بالفئه دي. بس في حته مهمه جدا ويعني لازم تبقى يعني قدامنا كويس قوي واحنا بنحط قانون علشان ينظم الزاوية القدرات الخاصه، وانا بسميهم زاوية القدرات الخاصه مش احتياجات خاصه، لانهم فعلا بيبقى عندهم قدرات خارقه حقيقي. صحيح. اخرى بس احنا مش بنبقى مدركينها شويه. او متحدي الاعاقه. يعني لما اجي اتعامل مع القانون مش هحط الفئه كلها في اطار واحد وهقول تمام. متحدي الاعاقه او ذوي القدرات الخاصه او ذوي الاحتياجات الخاصه، لا، يعني لازم احط في القانون كل فئه على حده حقيقه. ده مطلب انا يعني لازم يهتم بيه جدا، لان كل فئه فعلا ليها احتياجات مختلفه تماما عن الاخرى. تمام. الصم وضعاف السمع باحتكاكي بيهم هم ليهم حقوق كتير جدا مش موجوده. وهم فئه مش قليله في المجتمع، يعني هي بتتراوح ما بين 5-7% 5-7 مليون في مصر، فده عدد دوله باكملها. صحيح. فدي فئه محتاجه جدا اهتمام، ويمكن انا مش بقلل من القدرات الاخرى، بس هم اكثر احتياجا لحاجات لسبب انهم يعني البي مثلا قادر يعبر، قادر يتكلم. تمام. قادر يسمع حضرتك، قادر يقول رايه. هم لا، هم لو ما فيش حد فاهمهم بلغه اشاره مش هيوصلوا للناس ولا حد هيوصل لهم. هم ليهم حق التعبير وحق التواجد وحق المعيشه في الدوله، لان دي حقوقهم كمواطنين في المقام الاول. ده اكيد. فاعتقد ان ده شيء يعني الحمد لله تم مراعاته من خلال الاهتمام دوت في الفتره الحاليه. الحقيقه استاذ لما كنت بعترض حساس، احنا في عندنا امام الدوله معاقين، داخل المعاقين فئات. تمام. القانون يتحدث عن المعاقين بصفة عامة. تمام. ثم ستأتي اللائحة التنفيذية لهذا القانون بتفصيلات. أنت حضرتك مهتم بضعاف السمع. تمام. أنا مهتم بالمكفوفين. أنا مهتم بالمقعد. يعني كل فئة لها طبعها. من القانون
النحو القانونية تحت نحن جميعا في بوثقة واحدة زي بوثقة الآخر، ثم تقسم بعد ذلك داخل لائحة تنفيذية للاهتمام بالمسلمين، اهتمام بالضعف السمع، اهتمام بالأبناء. تمام. اذا هيتم وضع القانون بشكل شامل، ولكن اللائحه التنفيذيه سوف يتم تفصيل كل نوع من انواع الاعاقه بمتطلباتها. ويعني انا اسفه، لا هو ما ينفعش يتحط بشكل شامل، لانه اللي هيسري على الصم وضعف سمع ما ده اللي هتقره اللائحه التنفيذيه. دي لائحه تنفيذيه للقانون. يعني القانون بيضع الماده بشكل عام، كيفيه تنفيذ هذه الماده بيتم تفصيلها من خلال اللائحه التنفيذيه للقانون، فاعتقد ان ده ان شاء الله هيتم مراعاته من قبل. يعني مثلا في مشروع وزارة الترام للمشروع النواب الإتاحة، الالتزام بالإتاحة، ما أقدرش بقى في قانون الإتاحة نوعها إيه. في اللائحة التنفيذية إتاحة ضعف السمع، غير إصلاح المسلمين، غير إصلاح الإعاقة الذهنية، دي تفصيلات لائحية. صحيح. إنما في القانون بقول الالتزام بالإتاحة. تمام. إذا الجزئية دي يعني نطمئن منها تماما إن هيتم مراعاتها من خلال اللائحة التنفيذية للقانون. هيك شايفة إن إيه أهم ما يجب التركيز عليه بالنسبة لهذه الفئة؟ التعليم. المدارس بتبقى ما فيهاش مدرسين مؤهلين للصم وضعف السمع، دي حاجه غريبه. تمام. فدي مهمه جدا انه المدرس اللي بيبقى في المدرسه مش مجرد لان بيتخرجوا من المدرسه للاسف ما بيعرفوش يقروا ويكتبوا. تمام. فدي مشكله كبيره جدا، بيطلعوا دبلوم والمفروض احنا بنسعى انهم يبقوا في الجامعه. تمام. الجامعات حتى لما ابتدوا سمحوا لهم شويه انهم يدخلوا الجامعات ما فيش مترجم. يعني الطالب اللي موجود جوه هو واجتهاده او يجيب حد معاه يترجم له او كده، فدي طبعا حته صعبه جدا. الاماكن الحكوميه يعني لازم نهتم كمان بلغه الاشاره، وان يبقى ليها قانون تتحط في القانون، وان يبقى ليها شروط وليها مدرسه او حاجه تعلم لغه الاشاره. ما عندناش مدارس حكوميه بتقدم الخدمه ل يعني متحدي او لفئه الصم والبكم تحديدا. اتفضل يا دكتور. اثناء ما كنت امين عام القمة حاولت اعمل قاموس موحد للاشاره. تمام. لقيت ايه؟ لقيت ان بحي اشاراتهم غير ابدي. جنوبا غير شمالا. فحاولت اعمل هذا القاموس الموحد من الوقتي دلوقتي ضعاف السمع، كبار في السن. ليه؟ لانه تعود على اسلوب معين. فمن الصعب علي ان كنت تقربي عشان تعملي القاموس الموحد، فانا بحاجين بنحاول نعمل هذا القاموس، بس بالنسبه للخدام بالنسبه للشباب والقرى عشان يبقى في توحيد في المفاهيم بين ابلي وبحري شرق وغرب. اعتقد ان ده هيكون من خلال برضو يعني بعد صدور هذا القانون هيكون في نوع من التوحيد. تمام. لمناهج دراسيه معينه بمنهج واحد على مستوى محافظات مصر كلها، وده اللي هيقدم الفكره اللي حضرتك طرحتها. تمام. انا حضرت فعلا ان شاء الله باذن الله. طيب يعني في خطوات الحمد لله في نفس نطاق مطالبنا. يعني خلينا اقول برضو دكتور حسام ان احنا بنراعي في المواد اللي بتتم ازاي يكون في نوع من التواصل ما بين فئات المجتمع كلها. هل في اي مواد او بنود او ما يخص اللائحه التنفيذيه ايضا خاصه بازاي هيتم توفيرها؟ هل هي هيتم توفيرها من خلال مدارس خاصه لهذه الفئات من المعاقين، ولا احنا عرفنا ان في نسبه معينه من الدمج سواء في المصالح الحكوميه بالنسبه للعمل، سواء في التعليم، سواء في الخدمات اللي بيتم تقديمها لمتحدي الاعاقه؟ تمام. اللائحه التنفيذيه دي مرحله تاديه من القانون. تمام. احنا حاليا عايشين على اول مره في التاريخ يبقى في قانون للاعاقه في مصر. تمام. احنا الى الان شغالين بقانون التأمين الاجتماعي، التأمينات
1975 ده بيتكلم عن رعاية المعاقين ضمن النهارده بدأنا نعمل قانون خاص طبقا للدستور لإتمام الإعاقة، حتى لو طلع خمسة يعني ستة من عشرة أو سبعة من عشرة فده على الأقل هيبقى بداية حسنة صحيح. ثم يتم تعديله في المستقبل. النقطة المهمة إن المواد اللي في مشروع الدولة فيها مادة في غاية أهمية، هي إن من حق رئيس الدولة أو رئيس البرلمان إحالة ما يراه إلى مادة في مقام الإعاقة لدى فكرة. دي معناها إن الدولة ممثلة في رئيسها أو ممثلة في رئيس البرلمان فيها إنها اعترفت مباشرة بمادة القمة الإعاقة وممكن تحقيق دي مباشرة بما تراه من مضاعفات. وده يدي سلطة اتخاذ القرار بالنسبة لسيد رئيس الجمهورية بشكل مباشر. بالظبط، ويدي أهمية للضعف. طبعا. أنا لا أتحدث عن نوعيات الإعاقة، إنما أتحدث عن الإعاقة بصفة عامة في مفهوم الإعاقة في تاخد حقها. واعتقد ده يعني برضو من ادوار المجلس القومي للاعاقه انه يبدا ان هو يبحث في نوعيه كل اعاقه ومتطلباتها الخاصه. تمام. هل هناك يعني اي نوع من الخلاف في مشروع القانون المقدم من قبل الدوله او المقدم من قبل مجلس النواب حول الخدمات الاساسيه بالنسبه لمتحدي الاعاقه؟ حضرتك شايف ايهما اقرب الى يعني الخدمه المباشره لمتحدي الاعاقه؟ الحقيقه انا اجد توافقا واهتماما قدر ما وجدت الحقيقه بطريقه هبه هبهجف بعثت يعني نموذج دي الاهتمام بالاثنين، الاثنين بيتخضعوا احسن ما عندهم. انا هدي مثلا بسيط، انا بقول للبنت مثلا يا انيسه وحاطين ايديها مبطل الاثنين بنفس المعنى، بس ده أداها أنسة ده أداها بمفضل. صحيح. إنما الاثنين بنفس المعنى، فأنا بشد على إيد أعضاء مجلس النواب وبشد على إيد الوزراء إن هما تضامنوا مع بعض عشان يطلعوا أحسن ما عندهم اهتمام بالآخر. الحقيقة تشبيه حضرتك تشبيه يعني بيلخص الموضوع. أستاذة أمنية، يعني خلينا أقول برضو أن الاستثمار في القوى البشرية الخاصة بهذه الفئة ده شيء مهم جدا. أنا عايزة أقول الشنطة الجميلة اللي ماسكاها الأستاذة أمنية دي، قالت لي أول ما دخلت قالت لي دي من يعني شغل البنات ضعاف السمع والنطق، يعني قد كده احنا عندنا طاقات ممكن نشغلها، ممكن تكون مصدر رزق، ممكن تكون حركة تصدير، وانا بتكلم عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ازاي الدور ده بيتم سواء من قبل المؤسسات المجتمع المدني او من قبل الدولة؟ ده حقيقي. يعني انا الحقيقة المؤسسة لما عملتها كان اهم حاجة بالنسبة لي ان انا يعني لقيت في الفئة دي انهم موهوبين جدا بالذات في الاعمال اليدويه. تمام. مميزين قوي في الجزئيه دي، فحبيت استغل ده فعلا لصالحهم، يعني ان هم اتعلموا حاجات كتير جدا وحرف مختلفه لغايه ما الحمد لله وصلوا المستوى ده. الحمد لله المستوى ده يعني بيبقى في اماكن كتير كبيره. صحيح. وبيرجع لصالحهم الشغل ما شاء الله، كله يعني طبيعي وهاند حلو جدا ويدوي. والفينشنج تحفه، يعني احنا دايما يعني بنعاني من الموضوع دوت التشطيب النهائي. لا يعني بسم أنا الله يعني ما شاء الله. اول معرض عملته ليهم ما ذكرتش خالص ان المعرض ده لصم وضعاف سمع. ايوه. عشان اتاكد ان المنتج فعلا عاجب الناس، للمنتج مش تعاطف او تعاطف او كده. وفعلا لما يعني كانوا بيعرفوا بقى انه كمان للفئه دي كانوا بينبهروا الحقيقه. صحيح. من المستوى ده، وده اللي انا حقيقه بحاول اسلط الضوء عليه، مش بس للصم وضعاف السمع، لكل الفئات. صحيح. لانه يعني انا مهتمه كمان بالاطفال سواء ايتام او عندهم متحدي اعاقه سمعيه او بصريه او حركيه، وعامل لهم مسابقه كبيره جدا 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 في جميع مجالات الفن والثقافه. صحيح. بحيث ان هم من حقهم. صحيح. انهم يظهروا قدام المجتمع باعلى ما عندهم من مستوى،
فتخيلي حضرتك زي ما احنا بنعمل في المدارس العاديه لما ده نعمله للفئات دي ويطلع منهم المخترع ويطلع منهم كاتب القصه والشاعر والمغني والعازف واللي وعندنا نماذج كثيره يعني التشكيلي. يعني احنا مش بنتكلم عن حاجه مش موجوده، لا ده احنا عندنا نماذج كتير جدا بالزبط. في هذه المجالات بالزبط. دكتور حسام، الحقيقه انا يعني بهتم جدا بازاي يحصل ذوي الاحتياج الخاص او متحدي الاعاقه على حقه بصوره زي ما حضرتك قلت حق بالنسبه لي، من خلال الصحه، من خلال التعليم، من خلال الضمان الاجتماعي او المعاش الخاص بيه. نقطه المعاش دي تحديدا كان ليها يعني اولويه في مشروع القانون، ويمكن كان تم تحديد انه في ثلاث جهات هتمنح متحدي الاعاقه معاش في حالات معينه. كيفيه النظر الى هذا الموضوع ورؤيه حضرتك بالنسبه لي؟ الحقيقه المشروع مقدم من البرلمان ومفهوم مقدم من وزاره الامن اعتمد على بطاقة الإعاقة. بطاقة الإعاقة دي بطاقة تتصدر فيها كل بيانات المعاقة، دي هتبقى أساس إثبات الإعاقة في الدولة، فيها رقم القومي، فيها نوع الإعاقة، فيها كل ما يتعلق. بالنسبة للمعاش احنا كنا عندنا حاليا الحمد لله رب العالمين ايام مهندس المحلب معاش الترتيبي الاجتماعي بتاع الاعاقه. تمام. ده حاليا معاش لمن لا يستطيع الخدمه ولمن لا يستطيع العمل. هينضم اليه المعاش اللي بيحصل عليه من غير ابراده بدون حد اقصى. بدون حد اقصى. يعني والدتي ماتوا انا ليا معاش عامل اقدر اضمن حقي مع المعاش بتاع الصوابط. تمام. دي هكذا الناس اللي بتشتغل في الحكومه من حقهم يضمن معاش زائد ابراده زائد المرتب بتاعهم بلا حد اقصى. تمام. من الكلام ده هبتدي طب انت عشان ما الناس ما تظبط النهارده الصبح. لا انا اسف. لازم نطبق من القانون يبتدي يتعرض ويتم التطبيق عليه ويبقى نهائي. تمام. يعني اظن انها على الدوره البرلمانيه حاليا ان شاء الله. في خلال الدوره البرلمانيه الحقيقه ان شاء الله يتم صدور هذا القانون وبالتالي يتم تطبيقه ونقدر ان احنا ننفذه. نقطتين مهم جدا اهتمام الرئاسه وممثلة بالأستاذ الرئيس والرئاسة بصفة عامة بالإعاقة. النهاردة لما بيقابل معاقين لما بيسميهم هذا أكبر اهتمام حاليا بهذه الإعاقة. ما بتكلمش عن نوعيات الإعاقة، هنتكلم عن مبدأ الإعاقة. تمام. لأن كل واحد له خصوصية فيها بشكل. في العموم احنا بنتكلم عن المبدأ العام، أما تطبيق هذا المبدأ بيحتاج إلى تخصصات شأن كل حاجة في الدولة. الرؤية اللي حضرتك شايفها بعد صدور القانون هل هي كافية؟ هل ده بيتم طبق للنظم التعامل مع متحدي الإعاقة في كل دول العالم، ولا دي مرحلة هتعقبها بإذن الله بعد كده مراحل أخرى؟ الحقيقة السؤال ده جعلنا مضيعة على قدر جدا من الاهتمام. أشكرك. القانون تحديداته مش مهم، هو عليه نسبة 40%. تمام. المهم التنفيذ. صحيح. التنفيذ ده القانون سقط. مين اللي ينفذه؟ السكين. صاحب الشأن المعاق والجهة التي تنفذ. النهارده القانون صدر. تمام. الدولة أدت معاييرها. يا فرحتي. طب وبعدين؟ هدي مصر بسيط. في الشارع أماكن مخصوصة معاقين سيارات. صحيح. مين اللي بيقف فيها؟ الناس العادية. صح. يبقى إيه النهاردة؟ أنا كمعاق عندي عربية، الدولة وفرتلي مكان، يبقى الناس تساعدني بإن محدش يقف فيه. صحيح. وأنا أساعد نفسي بإن أنا ألتزم بهذا الحق. تمام. مثلا حق في العمل، الدولة وفرتلي حق في العمل. تمام. جه صاحب العمل قال لي لأ،
يبقى لازم أصارب بحق، يبقى إذا القانون حاجة صحيح ومصارب حاجة تانية. وإن شاء الله يكون في عودة للحق ولا يضيع حق وراءه مطالب زي ما بنقول. الحقيقة ثم بالدولة وبرئاسة ورئاسة الوزراء خلف هذا الموضوع، فإن شاء الله في خير بإذن الله. بإذن الله، ومع كل ده كمان المواطن المصري والنسيج المصري الواحد، لأن إحنا كلنا لازم يكون في نوع من الـ يعني المعاونة مع بعض، كلنا كنسيج واحد بنهدف يعني إلى حياة واحدة. وزارة النقل عملت أماكن في المترو للمعاقين. تمام. أما بيجي أقعد فيها ألاقي حد. طيب يا إما الحد ده يقول صراحة عشان يقعد صاحب المعاق، يا إما المعاق بيطلب منه بس بإيه؟ بذوق وبأدب. صحيح. ده هيبقى إيه؟ حقه. وهو ده اللي احنا بنطلبه، ان احنا نتعامل كلنا مع بعض برقي وباحترام وبمودة وبحب، وكلنا نكون يعني بنشعر بأحاسيس بعض. انا بشكر حضراتكم جدا، سعدت جدا بوجودي مع حضراتكم النهاردة، وان شاء الله مزيد من الحقوق لفئة مهمة جدا من فئات المجتمع المصري، لان هم يستحقوا وعندهم قدرات كبيرة جدا، لو قدرنا ان احنا نستثمرها بشكل صحيح احنا اللي هنستفيد كلنا كمجتمع. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور حسام المساح، عضو لجنة الخمسين والامين العام للمجلس القومي للاعاقة سابقا، نورتني يا فندم. كل الشكر للسيدة امنية طنطاوي رئيس احدى مؤسسات ضعاف السمع والنطق، نورتيني، وان شاء الله المرة الجاية يبقى معانا منتجات اكتر للعضوات باذن الله. صغيره بس احب اضيفها، ان يمكن فعلا ذكروها لي البنات، انه يا ريت يبقى في القانون انه البطاقه اللي بتطلع للمعاق يبقى فيها نوع الاعاقه بتاعته. تمام. لان دي بتعرضهم لمشاكل كبير جدا، الناس ساعات ما مش بتصدقهم. ان شاء الله ده كمان يكون موجود ضمن اللائحه التنفيذيه موجوده. هي موجودة، حضرتك طمنيهم بقى ان هي موجودة. بشكركم شكرا جزيلا، ولسه مع كل مشاهدينا موضوعنا اللي جاي مش مختلف، لان كله مرتبط بالاقتصاد. لما بتكلم عن استثمار الطاقات البشرية بتكلم عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ده كله لتنمية المجتمع المصري بعد الفاصل.